أيضا الحر سأل يقول: إذا كان هناك نجاسة أجلكم الله على الأرض ووضع الإنسان عليها سجادة، هل يجوز الصلاة على هذه السجادة أو لا؟ إذا كان هناك نجاسة على الأرض ثم وضع عليها سجادة بحيث لا يلابس المسلم هذه النجاسة ولا يكون شيء من جسده ولا من ملابسه يلابس هذه النجاسة ولا تنفذ هذه النجاسة من خلالها، فلا أظهر أن هذا لا بأس به، لا سيما إذا كانت جاهزة. ولكن يعني من المؤكد أن السائل يسأل عن صلاة مضت. نعم. أما الصلوات التي ستأتي ما يأتي الإنسان إلى مكان نجاسة ثم يخرج سجادته عليها، ليس هذا من تعظيم قدر الصلاة ولا تعظيم مقامنا، ولكن للعبادات إذا تمت وانتهت لها كان عند الفقهاء فيما يتعلق بالأحكام الوضعية من جهة الصحة والفساد. أما إذا كان الإنسان في حال الاختيار وقبل أن يعلم أو قد علم بذلك فلا يتساءل بهذا، فأقل أحواله هو الكرامة بغض النظر عن عما يتعلق بالصلاة في الموضع النجس، واشتراطا أن تكون البقعة طاهرة وأن يكون الثوب طاهرا والجسد طاهرا، هذا من شروط الصلاة. ولكن نقول أيضا من تعظيم قدر الصلاة قد يكون مكروها أو محرما أن الإنسان يصلي حتى لو وضع حائلا أو سجادة، لا أرى ذلك، ولكن نقول بصحة الصلاة إذا تمت على هذا النحو وهناك عازل وفاصل بين النجاسة وبين بين المصلي والله أعلم.